مرحبا بكم من جديد سادة مشاهدي الكرام عبر صباح الشروق، احييكم من جديد. يمكن دي انا اجي واحده من التفاعلات لمجموعه من الدول، هي تفاعلت وتكلمت عن الشعب السوداني. يمكن الفن صحيح، رسالته اقوى رساله ممكن تصل. بالتأكيد نعم بالتأكيد. يعني احنا برضو شاهدنا التفاعل الكبير احمد عدد من الفنانين والممثلين كذلك الدراميين في مصر العربية، كان نعم تفاعل كبير جدا فيه. يا صحيح أخي والله ما يحدث في السودان هو يمسنا، عشان كده رسالة الفن هي بتتخطى كل الحدود والمناطق، وبتكون هي رسالة أعمق. في هذا الصباح نحن نحيي كل أهل الفن، الشعراء والأدباء والكتاب والفنانين، على الإحساس الجميل جدا. يعني نعم يمكن صوتهم وصل نقول صحيح نعم. صحيح برضه انا اجي في على مستوى نطاق الفن في السودان، في مجموعه برضه من الفنانين طلعوا بريه، طلعوا نيات تتكلم عن الفيضانات وعن الخريف وعن الحياه اللي لمت بها السودان. صحيح برضه الفنان الجميل الشاب عاصم البنا كان عنده واحده من الاغنيات الجميله وبريه جميل جدا، برضه تكلم عن الفيضانات وعن السيول، وانا افتكر انه ده بريد كان رائع جدا، برضه بخلينا انه نتحمس اكثر عشان نقدم المساعده ونقدم الدعم. صحيح. وزي ما يعني لاحظت برضه في ايام جائحة كورونا، ايام في اوج جائحة كورونا، ايضا كان استنهاض كبير جدا من الفنانين. يمكن ده برضه دور كبير جدا ودور مؤثر يا محمد. نحن نعم بنشجع مثل هذه المبادرات الكبيرة، والمجتمع السوداني هو مجتمع مترابط، يعني الكلمة دائما بتأثر فيه. بتأثر أيوة. والحياة الملاحظ يعني يا ناجي إنه بتلقى الواحد في أثناء ما هو الفيضان شايل بيته، شايل أنبوب تلغاز، شايل طفله، ويبتسم ويضحك. يعني دي معاناة ما بعدها معاناة، يعني بالرغم صحيح إنه زي ما بيقول، زي ما قال عوض جبريل، طبيعة الدنيا زي الموج تشيل وتودي، يعني ما تهتموا. هو بيقول إنه ما نهتم صحيح، لأشياء الدنيا دي طالما إحنا مرقنا بعافيتنا وبسلامتنا. وده نحن لمسناه يعني يا محمد، لما احنا في خاصة في قرية الثمانيات في شمال جيلو البحري، منطقة شمال البحري، ونحن يعني بنخوض مع الناس جوا الموية وانتو وفي كان مشيتوا قراهم. برضو في مبادرة زي دي؟ ايوه، نعم وبعدين هم مش متأثرين على انهم فقدوا الممتلكات وفقدوا البيوت وكذا، لكن يعني كانت الابتسامة هي دائما تعلو على وجوههم، بيقولوا انه والله نحن الآن فقط محتاجين ابتسامة من الناس ولمسة طيبة وحنية كبيرة جدا. صح فكان الالتفاف كبير جدا يا احمد والله، من واحد برضو من الملامح البطولية للشعب السوداني، في انه يعني البسند بيناتنا نحن بنقيف معه، مش كده؟ البسند البقع ده بقع بنسانده بيناتي بنسنده. بنسنده بنقيف ايوه معه يعني. فتلاحم القرى المناطق المختلفة، يعني الصور اللي كانت في الصباح هي نفس الصور اللي كانت في المساء، يعني الأكل والموية والبيوت المفتحة، طالما الناس دي طلعت من المنطقة المتأثرة وجات لمنطقة الإيواء، كان التفاعل كبير جدا صحيح يعني، وده صحيح بيميز السودان. صحيح. وانا بقول انه دائما الشعب السوداني يعني هو لا زال محافظ على عاداته وتقاليده والعادات النبيله والسمحه، يعني بالرغم انه في مجموعه من الظروف السيئه اللي مرت بالسودان ومرت بالشعب السوداني، بالرغم من الخناق الاقتصادي الضيق على الشعب السوداني، بالرغم من كل الحياه السيئه دي، صحيح لكن الشعب السوداني لسه الجماليات دي ما نساها، ولسه يعني التقاليد والعادات النبيله والسمحه دي ما نسى ولا حينسى ان شاء الله. صحيح مهما تبدل الحال من سيء الى اسوء، حيكون محافظ على عاداته، محافظ على تقاليده، محافظ على الحياه الجميله دي. دي الحاجه الوحيده اللي بتميزنا احنا كسودانيين. يعني السوداني بره هو بيتميز صحيح بانه يكون بالجماليات اللي احنا بنتكلم عنها دي، السوداني بره متميز بالشجاعه، بالكرم، متميز بالشهامه، متميز بانه دائما بيصدر الاحداث، متميز بانه دائما بيكون ماسك مقاليد الاشياء الكبيره والجميله. نحن صحيح دايرين الحياه الجميله البريه دي يعني تكون على وطننا هنا في السودان من خلال الازمه اللي احنا عايشينها الان دي، نقدر ان شاء الله من خلالها نقدر نعبر صحيح وننتصر ونقدر نعبر. انا متاكد انه ان شاء الله الايام الجايه حتكون ايام خير وايام بركه وايام اشراقات جميله، إن خاصه شاء انه الله. نسمع يعني وزاره الريه هي الوزاره المختصه، هي تحدثت انه منسوب النيل في تراجع كبير جدا، وان شاء الله يتراجع اكثر واكثر، يكون في استقرار تام، ونشهد إن شاء الله يعني فصل من فصول الربيع المخضر نعم والجميل بعد هذه الفيضانات. نعم نحن الفينا مشهودة، وعرفان المكارم. نحن بنقولها نعم طبعا أحمد. برضو البيان الأخير لوزارة الري في إنه 17 سنتيمتر هو تراجع نسبة المياه، يعني نسبة الفيضان، ده برضو إنه مبشر على إنه في توالي في مسألة الانخفاض، انخفاض الفيضان. لكن نعم برضو الآن المناطق المتأثرة هي بتخاف جدا من خلال ما بعد الفيضان. نعم يعني احنا مشينا ليلة واحدة في منطقة حزيمة
في شرق مراوي من المناطق المتأثرة الولايات الشمالية. نعم الولايات الشمالية. ممكن تحكي لنا ذات الحصر شنو كان هناك والحجم الضرر الحياة اللي انت شفتوها؟ يعني كانت مسألة صعبة جدا من خلال انه يعني حتى المويه يا داب ماشى والفيضان، لكن كمية البعوض كانت كبيرة جدا صراحة. يعني احنا حتى بتذكر انه طلعنا في الخلاء، يعني داخل الأحياء ما قدرنا من كثرة البعوض، طلعنا الخلا برضو البعوض يعني. طيب سكان المنطقة في الولايات الشمالية في القرية اللي أنت ذكرتها كيف بتعايشوا مع الوضع الآن اللي هم فيه ده؟ وكانت يعني الأوضاع كانت صعبة جدا من خلال انتشار الكثيف للبعوض، لكن طبعا أهالي السودان كلهم معروفين بالقيم الترابط والتكافل. يعني أنشئت جمعيات كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، هي كانت داعمة لهذه المسألة، والجهود بعد ذاك توالت. يعني نداء الشمال وتحالف الولايات شهدنا في الأيام فاتت كيف انها قدرت تحرك الطيران، يعني الرشب الطيران، ودي اهم نقطة صحيح. يعني دي خففت كثير جدا على المسألة دي. افتكر اليوم في منطقة محلية البرقيق، غدا الانتقال لولاية نهر النيل، بعد انه يكملوا ولاية نهر النيل حينتقلوا بعد ذاك لسنار وجميع المناطق. يمكن شكل التفاعل صحيح. ودي المناطق اللي ذكرتها دي المناطق الاكثر تأثرا بسيول الفيضانات، اذا كان الولاية الشمالية هي طبعا شمال السودان، ولاية نهر النيل ايضا اللي دي المناطق اللي كان فيها النيل اكثر، او ولايه سنار، وهناك طبعا صحيح. النيل الازرق، يعني دي الحياه اللي تاثرت فيها. برضه بنسمع هنا في الخرطوم برضه في منطقه الكلاكلات في القبين، والنيل برضه مهدد يعني للسكان، كذلك كوبري دباسين الان جيد اللي الان بيشيدوا فيه. يمكن احنا من سكان تلك المناطق بنشوف انه يعني كوبري دباسين احيانا بيتم اغلاقه يعني على اساس انه خوفا على سلامه المواطنين وارواحهم، انه ربما هذا النيل يعني النيل طبعا ما عنده ضمان صحيح. ممكن يعني يتكسر ويهدر، وممكن يعني يسحق بمجموعه من الارواح والممتلكات. عشان كده انا دار اقول حاجه، انه بالنسبه للمواطنين لما تلقوا واحد من رجالات الامن او الناس اللي عندهم الارشاد يرشدكم على حاجه، ما تخالفوا تعليماته، دي في المقام الاول لسلامتكم انتم. يعني هو انا ما عندي مصلحه صحيح. اذا كان انا رجل طوارئ ما عندي مصلحه في انه امنعك تمشي بالشارع ده، هي فقط لسلامتك انت ولامنك ولامانك. اتمنى الناس تتجاوب مع النقطه دي، وطوارئ هي تغيير مسارها تمشي بين الحته الامنه زي ما بقولوا، هنا درب السلامه للحول القريب صحيح. كمان برضو بنحيي تحيه خاصه جدا احمد لاهلنا في جزيره توتي، تلك الجزيرة الحالمة الوادعة التي ترقد على ضفاف الأمنيات، كيف إنه قدروا يترسوا النيل دي وكيف قدروا إنه يعبروا أصعب لحظات تمرد الفيضان من خلال التكاتف يعني والترابط الكبير. صراحة يعني كان الخوف كبير على توتي، بعدين السوشيال ميديا نفسه اشتغل يعني شائعات وحرب نفسية صحيح كبيرة صحيح. جدا في انه صحيح في انه والله توتي الان تتعرض، وتوتي الان يعني هي على مهب الريح، لكن الصمود كان كبير صحيح. الصمود كان كبير. هي توتي بنقول لها هي درة حفها النيل واحتواها البر، يعني ده أبلغ مثال. برضو نحن بنرسل تحية لزميلتنا لينا برضو من سكان توتي بالأمن، في أمن وأمان، نقول لكل السادة المشاهدين نحن ناجي نسمع أغنية، ومن ثم نعود نتواصل عبر تفاعلنا بصباح الشروق لهذا الصباح. أنا جيت البيت للبيت حنيت دجابني شو
تسلم وانت بذاكر دعاك همة داير أبقى طبيب داير أبقى طبيب بيجيت في ظلام الليل الدام الشعري وطن